ذكرى عيد الاستقلال تعكس الكفاح الوطني والتحديات التي واجهها الشعب المغربي أثناء مرحلة الاستعمار الفرنسي والإسباني، رغم المحاولات التي بذلتها القوى الاستعمارية لتقسيم المملكة والتلاعب بوحدتها الترابية وثقافتها، إلى أن إرادة الشعب وقوة الروح الوطنية ساعدت في الصمود والتصدي لتلك المحاولات. تحتفل المملكة المغربية بعيد الاستقلال في 18 من نوفمبر من كل عام، وهي الذكرى التي تجسد انتصار الإرادة القوية للأمة بالتناغم مع العرش للدفاع عن القيم الوطنية المقدسة ضدا على مخططات المستعمر الذي لم يدرك أنه بإقدامه على نفي رمز الأمة جلالة المغفور له محمد الخامس وأسرته الشريفة لم يقم سوى بتأجيج وطنية المغاربة والتعجيل بنهاية عهد الحجر والحماية. وفور عودة جلالة المغفور له محمد الخامس رفقة أسرته الملكية يوم 16 نوفمبر سنة 1955 من المنفى إلى أرض الوطن، أعلن جلالة المغفور له عن انتهاء نظام الوصاية والحماية الفرنسية وبزوغ فجر الحرية والاستقلال في 18 من نفس الشهر، حيث دخلت المملكة المغربية في حقبة جديدة تمثلت في المقولة الشهيرة لجلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه: لقد خرجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، حيث انخرط المغرب في العديد من الإصلاحات التي أطلقها أبو الأمة وهمت كل القطاعات الحيوية من أجل بناء المغرب الجديد ومواصلة ملحمة تحقيق الوحدة الترابية. وسيرا على نهج والده المنعم، خاض جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني معركة استكمال الوحدة الترابية، فتم في عهده استرجاع مدينة سيدي إفني في 30 يونيو سنة 1969، كما تحقق استرجاع الأقاليم الجنوبية بفضل المسيرة الخضراء التي انطلقت في 6 نوفمبر سنة 1975. وفضلا عن ذلك، حرص جلالة المغفور له الحسن الثاني على بناء دولة القانون والمؤسسات الحديثة وإرساء نظام سياسي وديمقراطي يحتذى به. وتأكيدا لمسيرة البناء التي نهجها جلالة المغفور له محمد الخامس ومن بعده جلالة المغفور له الحسن الثاني، يشهد المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس العديد من الأوراش التنموية العملاقة والإصلاحات الكبرى التي تهم مختلف المجالات، ولا سيما من خلال إطلاق النموذج التنموي الجديد وورش تعميم الحماية الاجتماعية، وهو ما يعكس العناية الفائقة التي يوليها جلالته للعنصر البشري، وذلك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين